بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تحصل على حساب على ليندا مجانا وبطريقه قانونيه ما فيهاش اي مشاكل خالص والطريقه ما تقفش، ولو خلصت اي كورس بتاخد شهادات باسمك؟ موقع ليندا موقع مشهور في كورسات زي ما انت عايز، سوفت وير ديفلوبمنت، ديزاين، بيزنس، ويب ديفلوبمنت، كاد، بيم، كل انت عايزه. طيب ازاي اعمل حساب بطريقه قانونيه وما فيهاش اي مشاكل خالص؟ في ان انا اعمل فري ترايل، بس دي بتبقى 10 ايام بس، فمالهاش اي لازمه خالص، مش هتلحق تخلص حاجة. في طريقة تانية ان انا ادخل على موقع نيويورك بابليك لايبراري nypl.org، هقول له جيت لايبراري كارد، انا كده بشترك في المكتبة بتاعتهم، تمام. هقول له انا برا اللعبة خالص، برا نيويورك اوتسايد اوف NYC، واقول له ابلاي. هبدأ اعمل حساب عندهم، بكتب الاسم والباسورد، تمام. اقول مثلا الاسم، التاريخ الميلاد، اليوزر نيم، وبعد كده بتكتب بعض المعلومات، الشارع، المدينة اللي انت فيها، الاستيتس، البوستال كود، تكتب اي ارقام مجرد، بس يعني مثلا البوستال كود ده مفروض 4 أو 5 أرقام بتكتبهم، تكتب الايميل بتاعك، تمام. وبعد كده بقول له سبميت. تمام، ده يور تمبوراري باركود، ده الباركود المؤقت بتاعك، تمام. طيب هاخده كده كوبي، بعد كده اقول له لوجن تو يور اكونت ناو اند تشوز ا بين. ده التمبرر كود بتاعك، ده اللي انت تستخدمه عشان تعمل الباسورد، تمام. البوستال كود اهوت، تمام. انا دلوقتي محتاج ان انا اكتف الايميل بتاعي، فهدخل على الايميل، هو يبعت لي رسالة اقول له اكتف لي الحساب بتاعي اهوت، تمام. طيب اهو بعت لي الرقم دوت، تمام، وبيقول لي خلي بالك ان البين كود بيبقى 4 أرقام، وبيقول لي بوست كود واليوزر نيم، فهكتب له الرقم اللي معايا، البين هسيبه فاضي اول مرة. بيقول لي اكتب البين اللي انت عايزه بعد كده، فاقول له مثلا 2016، اكتبه تاني 2016، تمام. طيب كده انت بقى ليك حساب على ليندا، على نيويورك بابليك، يسمح لك الدخول على ليندا، تمام. فانا دلوقتي هروح لليندا، هقول له ساين ان، هقول له انا عايز ادخل على حساب ليندا، هديله اللايبراري كارد، واديله الباسورد 2016، تمام. لوجين، تمام. بيقول لك ويلكم، انت خلاص بقالك حساب، بس اكتب ايميل كده احتياطي، فاقول له ماشي، فبديله ايميل وليكن مثلا سيف. الف مبروك، كده انا بقى لي حساب على ليندا، اقدر في اي وقت ادخل بيه واقدر اشوف كل الفيديوهات، ولو خلصت كورس اخد شهادة وعيش حياتك بقى، تمام. كل حاجة بقت مفتوحة دلوقتي. الف مبروك.